عشان كده كان الرجال دول في الموعد، وكانت رسالة للبعض اللي اعتقد ان هو يقدر يتفوق عليهم. كان الرد امبارح في الملعب، واحمد صلاح حالة مميزة، حالة خاصة في الفريق ده. بعض اللاعبين في اللعبات الاخرى باستثناء كرة القدم بتكون نجوميتهم مش على قدر تألقهم، لأن اللعبات دي لازم نقر إن هي كانت لفترات طويلة جدا مظلومة، ولكن أحمد صلاح حالة استثنائية، لاعب فعلا جمهور النادي الأهلي بيقدره، اللاعب فعلا شكل النادي الأهلي بصفات النادي الأهلي بعقلية النادي الأهلي وأهدافه. أحمد صلاح امبارح اتسبب في 5 نقاط مهمة جدا في المباراة، سجل النقطة 21 و22، وإرسالاته تسببت في نقاط حاسمة زي النقطة 23 و24 و25. نشوف الفيديو اللاعب قدر يبان إزاي الفارق اللي صنعه، ونرجع لكم تاني. إرسال استقبال ممتاز، إعداد أحمد صلاح تاني، حوائط صد ولكن خارج الملعب. أحمد صلاح بياخد وقته على الإرسال، تركيز عالي، إرسال استقبال خاطئ في وقت صعب جدا. إرسال تاني، استقبال عفيف وعفيف، استقبال خاطئ. نقطة المباراة ولا إيه؟ هنشوف. استقبال ونقطة المباراة فعلا، وقلت لحضراتكم خطأ في الاستقبال عند لاعبي نادي الزمالك. إرسالات قاتلة، يعني اعتقد انت لو لاعب في الفريق الاخر وارسال من احمد صلاح، اعتقد انت تكتفي بالمشاهدة والاستمتاع بلعبات احمد صلاح. تحديدا فارس، دي نقاط حسم اللقاء وحسم البطولة، وكان الزمالك متقدم 22-21، فيكون التركيز بالشكل ده وبالقوة دي، طبعا الكابتن احمد صلاح غني عن التعريف على مستوى كرة الطائرة.